كما استهدف قصف إسرائيلي مجموعة من الصحفيين أثناء عملهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم مراسل العربية والحدث الزميل أحمد حرب. كما أدى الاستهداف إلى إصابة مصور قناة تي آر تي وتسبب ببتر قدمه. افتح الباب يلا بس ايش اللي صار يا سامي؟ كنا في مهمه انا من اختي انا والزميل مصور في الاثير الكهربي، وكنا واقفين قصفونا قذيفة مدفعية بشكل مباشر. سامي قطعت رجله. طب خلي الدكتور يتعامل معه. تعال جاي. تعال جاي. بعرض الله حطي. وكنا نلبس الهودة والدرع علينا صحفيين. قصفونا دون تحذير ونحن نغطي ما يجري الان من توغل في المخيم الجديد في النصيرات. من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث الزميل أحمد حرب. مرحبا بك أحمد. الحمد لله على السلامة. تفاصيل ما جرى لكم وبقية الزملاء الصحفيين من قنوات أخرى ووكالات أخبار. الله يسلمك سعد. نعم نحن كنا في يعني متوجهين من مدينة رفح إلى وسط القطاع إلى مخيم النصيرات لتغطية أجزاء العملية العسكرية في شمال مخيم النصيرات في منطقة المخيم الجديد. وصلنا طبعا نحن كنا بسيارة تشير إلى نحن صحفيون. طبعا نزلنا من المركبة ونحن نرتدي كل الإشارات التي تدلل على أننا صحفيون، نلبس الخوذة الدرع الواقي، ويعني بدأنا بالتحضير ودراسة المكان وأماكن الخطرة. كنا نقف في أماكن بعيدة جدا عن الاستهدافات والغارات الإسرائيلية، وبعيدة جدا أيضا عن تمركز الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق. ما بدأ الزميل سامي أشحادة المصور بتصوير الزميل أيضا سامي برهوم في عمل تقرير في المنطقة. بعد دقائق قام الدبابات الإسرائيلية باستهدافهم بشكل مباشر. على الفور بترت قدم الزميل سامي أشحادة، وأصيب أيضا الزميل سامي برهوم بإصابات طفيفة. وبالتالي يعني نحن كنا في مكان بعيد عن الخطر بشكل كبير جدا، وكان أهالي المخيم الذين تحدثنا معهم وعرفنا أين تمركز الدبابات الإسرائيلية، وكانت الأمور إلى حد ما طبيعية على الرغم من أنها منطقة عسكرية. لكن الجيش الإسرائيلي استهدف الطواقم الصحفية، وليست هذه المرة. بدء الحرب الإسرائيلية أكثر من 130 صحفي تم قتلهم جراء الاستهدافات والغارات الإسرائيلية في الأماكن التي كانوا يتواجدوا بها لتغطية الأحداث. وبالتالي يعني لا يوجد خطوط حمر بالنسبة للجيش الإسرائيلي في عملية الاستهداف. استهدف طواقم طبية وصحفيون وكافة القطاعات الأخرى تعرضت إلى الاستهداف في أماكن عملهم. وبالتالي نحن أمام هذه الاستهدافات والغارات التي تواجه إلى الطواقم الصحفية إلا أننا سوف نستمر في التغطية. نعم. ونقل بالتأكيد أحمد في المقابل يعني هل مبرر بالنسبة للإسرائيليين مخاطبوكم أو ردوا يعني الخطوات التي اتخذتموها، وبالتالي هل تلقيتم تحذير مثلا؟ يعني لم نتلقى أي تحذير ولم يعني لم نكن في أماكن خطرة، لم نكن في أماكن اشتباكات، لم نتقدم إلى كثيرا في هذا المخيم. كنا على أطراف هذا المخيم، وآخر نقطة يمكن أن نصل إليها كصحفيين وأيضا كمواطنين. وبالتالي يعني الاستهداف كان بشكل مباشر ومباغت، وتفاجأنا من عملية الاستهداف صراحة بشكل كبير. وبالتالي يعني لا نعرف صراحة ماذا نقول أمام هذه الاستهدافات والغارات الإسرائيلية في الصحفيين في أماكن تواجدهم. نعم نتمنى لكم السلامة دائما في حلكم وترحالكم. من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث الزميل أحمد حرب، شكرا.